نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق اجمعين. اشهد ان سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الامين الى دور رحمه العالمين. ارسل الله تعالى الى الناس كافه مشكله الاخلاق وداعيه الى الله باذنه والسراج المنيرا شرح الله به السطور على ربي من قول فتح به اعين عميا واذن صدق الغرفاء تركنا عن محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هذه. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه التابعين ومتبعين باحسان الى يوم الدين. اما بعد، معاشر الاخوان، بدايه احييكم جميعا بخير التحيه، تحيه الاسلام المباركه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي كما وعدناكم في هذا اليوم في هذه الليلة المباركة في رحاب هذا المسجد المبارك. وموضوع الدرس دروس مستربطة من حديث جبريل عليه السلام. الدرس السابق صرخ جنطوطئ صرخ الحديث حديث جبريل. الوصل الكلام الاخ ذي نفس الحديث. قلنا ان الامام مسلم رحمه الله اخرج في جامع الصحيح من روايه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طرأ علينا رجل. نحن جلوس ونحن جالسون يقول عمر نحن جالسون شقيق إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. هذا الرجل شديد بياض الثياب. انا الثياب الناس عرفت استشمر للصفايا الطاز الشمر الطاز شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر الشعر تجي في نص تبع شام لا يرى عليه خالص ما تبقوش العلامه بين يقل الشام وشام وشام ولا يعرفه منا احد وخا ودوسي وشام 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 ولكن ما تبقاش معناه يضرب. فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند استسقيت النص هي فتنة الرسول واسند ركبتيه الى ركبتي ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي استسقيت خفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت اذا استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فقال عمر عجبنا له عجبنا يا الله عجبنا له استكبر 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 ثم قال هذا الصحيح قال فسأله عن الإيمان قال الإيمان بعد
الاسلام صحيح اذا خلت الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال ما الاحسان؟ سألوا عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال صدق. قال فاخبرني عن الساعه. بعد ما سأل عن الاسلام والايمان والاحسان سأل عن الساعه نهايه الحياه الدنيا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها باعلم الساعه. من مسؤول عنها؟ من مسؤول عنها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والسائل والرجل من مسؤول عنها باعلم الساعه. قال فاخبرني عن اماراتها. عن اماراتها. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى كفاة عراة عالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. قال فانصرف صفي بعد ما يجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم اسئله الاسماعيلي انسحب. قال عمر فلبثت مليا. لبثت مليا انا انتظرت قليلا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر اتدري من السائل؟ ان شبه غير فوق يجوع يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الدقائق. ان السي يا عمر مسكين على ام تريد سكسان. اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. قال انه جبريل. انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. قال جبريل يغاوب يوسف باش يعلم دينه. اذا الحديث والدي حديث عظيم. اذا الحديث والدي انتظر المصدر المعارف العلوم الاسلاميه. حديث هو حديث جامع مانع. لم يترك شيء من دين الله ووقف عنده وبينه. فبين بان الاسلام هذا الدين هو الاسلام هو الايمان هو الاحسان. يبين جبريل من خلال هذا الدين ان الدين عند المسلمين هو الاسلام وهو الايمان وهو الاحسان. فلذلك كل علماء العلماء الذين سواء العلماء استوردوا اصول الديانات استوردوا انطلاقا من الحديث والتحدي جبريل. يعني استورد للعبادات استورد انطلاقا من حديث جبريل. يعني استورد للمعاملات استورد انطلاقا من حديث جبريل. يعني استورد للسلوك استورد انطلاقا من حديث جبريل. يعني استورد الساعه وعشره الساعه تحدثوا انطلاقا من حديث جبريل. اذا فحديث والدي حديث عظيم العلماء. لذلك قلما نجد مسلما لا يحضر هذا الدين. قلما نجد مسلما لا يحضر هذا الدين. قليل انا شميش ويحفظ الحديث من جبريل. حديث خمين سنة الحديث جبريل نسر بان المقصود في حديث جبريل الحديث ذي استقصال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسلام في الايمان في الاحسان الساعه عشرة الساعه. فالعلماء وقفوا كثيرا عند هذا الحديث ليستنبطوا منه دروس. من الدروس؟ من الدروس؟ من الدروس التي نستنبطها من هذا الحديث وهي تهمنا كثيرا. زي الدروس تستنبط العلماء في حديث والدي الدروس نشير في حاجه اليها. اول درس الحالة التي جاء فيها جبريل ودخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة ما الحالة اللي تنزل؟ لا يوسف الدين الشيء باش نخي على الدين ده. نخي على الدين ده نخي على باش نعيش الدين ده. فلذلك جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة جاء في لباس نظيف. يوسف لباس أبيض نظيف ثم شعر مصر مرجل نظيف. إذا من غير قال من الانسان المسلم يدير القدوه المسلم من عنا هو جبريل المسلم اخي على الدين. ثم بعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساله مهمه جدا
مهمه جدا بانه الانسان المسلم لا تجده الا وهو يعتني بهدامه. انه وجب شديد اذا اعتنى الهدم الصيام الصبر الصوم المسلم ما يمكن لانه مسلم لانه متفق دائما على الوضوء دائما طاهر ماشي طاهر طاهر في بدنه وطاهر في ثيابه. بل اكثر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليكن احدكم شاما وليكن احدكم شاما معنى الانسان المسلم يعتني بهيئته يعتني بلباسه يعتني بشعر راسه يعتني بشعر لحيته يعتني بكل ما يبينه جميلا عند الناس. المسلم حريص على هذه الجمالية. ان وجبوش المخلوق يخلق الله سبحانه عز وجل جميل من الانسان. وجبوش المخلوق اجمل من الانسان. فالانسان يعتني بربي سبحانه عز وجل يخلق في احسن صوره ثم يقرص الانسان من صدحه وخصوصه يعتني به دائما هذا بيش المستوى لا يكلف الله نفسا الا وسعها كيف ما كان الحال. لكن الاسلام يبين لنا بان نشي اللباس الذي نتزين به يعتبر تقرب به الى الله تعالى. في دار الانسان شنوار يتعرف اروق لطعمين باش نستيقظ ثم باش نخص تعرف نعم ربي سبحانه عز وجل ينفعه بذلك يتقرب وخا بلباسه يرتضيه به الى الله عز وجل لانه كانه في عباده. فما بالكم اذا كان يقصد بيتا من بيوت الله تعالى. فان الله عز وجل وخذوا زينتكم عند كل مسجد معنى الانسان هو يقصد بيت الله ان يتزجر اكثر لانه غاس لقاؤك لقاء سبحانه عز وجل. فلذلك المسلم يتنقطع لقاء ربه سبحانه عز وجل يناجيه خمس مرات في اليوم والليل وبالتالي فمن لم يقصد بيت الله انه يتعتاد سيف الناس يتعتاد هذه راحه بيت الله اولا لانه يقصد الله عز وجل في بيته ثم لانه يلتقي بالمسلمين. فلذلك تجده يحافظ على طهارته ونقاوته ونظافته. ثم ستصل بان لباس الاسلام مستوى واخر لباس اسلامي معين لا واخر مش اللباس هو اسلامي وغير اسلامي لا انما اللباس عرفي. فيديو قلت لها من الجمعة باش نمشي المغربي معروف بالسلمان سلسل عرفي الجم لكن ماشي دائما اللي تعرف الجم لانه الانسان يخدم على حسب الظروف المسلم والاسلام لا يكلف دير ربعة مليون ديك التراخي المسلم من هنا تراخي هو اللي لباس من الاعراق المسلمين دير الصورة زيادة في المجال دير يقول لك اللباس من الافغاني افغاني ماشي هو اللي لباس يهود الافغاني صدر باكستان ماليزيا فماشي هو اللي لباس اسلامي واللي لباس اسلامي بس هو في اسلام وفي اسلام وعلى الزر يساعد يد لكن تقنا ارض الشمال ما يمين لان الجو يخصك ارض الشمال لان راس الحراره طاس وارض الشمال حاجه الجبل تشتعل الحراره باش اللي حافظ الجسم من صغر البروده يخصو يعطيو الشمال باش يتنزل الاشعه عليه كاين وقت خاطر من غير الشمال باش تقيم ديال الفوش تمرض تصمت لكن الطوموبيل مرة جات الشمال الشمال تسد في جهنم اذا ثم ديك اللي تاني خرج ديال الفوش وطالع الفوش ماشي لانه لباس اسلامي لا ماشي لباس اسلامي لباس قومي ومن قارص لباس قومي اذا كل البشر خاص لباس الشرقي على مستوى المغرب وغاقوا لباس واحد واذا كان غاقوا لباس قومي واحد يجمعونا خدمة تحت غيريفيين راس اللي بس نسن معروف خدمة تحت صحراويين راس اللي بس نسن خدمة تحت الجبل راس اللي بس نسن خدمة تحت الشرحيين راس اللي هوني لباس قومي ماشي لباس اسلامي هذا غير هو مقال لباس الاسلامي لباس الاسلامي راس ثلاثة أحكام الاسلام لباسه بحكم الصغار ثلاثة خارج اللباس حكمه واجب يجي اللباس حكمه واجب من أين اللباس يجي حكمه واجب اللباس الذي يستر العورة ويقي الحرارة والبرد. اللباس الذي يستر العورة يستر العورة الإنسان ثم يقي الحرارة والبرد ولذلك اللباس واجب لأنه يخصطي على الرجل شغي الصلاة ثم شغي يحفظ الجسد خص حفظ الجسد ماشي مش تشكل تعطي على الورد ما يوقعش الحج أشكل شكل تحمس ليا ولا تلقوا بأنفسكم وإن تهلك ولا تخطوا بأنفسكم إن الله كان منكم رحمة الإنسان وقت المشتاق صار وقت المشتاق وقت المذوق صار وقت المذوق وهكذا كل فرصة
اذا لا بد من ستر العوره ولا بد والعوره للرجل واضحه والعوره للمراه واضحه لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا ان تكشف العوره اذا بالنسبه للمراه العوره نصف المراه كلها عوره ما عدا الوجه والكفين الرجل ده من السره الى الركبتين لكن هذا الاعراف وخا شرع العورات الصاد لكن مرة فقط دعاية الصاد العورات في كل شيء من الناس اللي ودابوا هذا إذا شوف وخا شرع وعيد الدين بين العورات الصاد ولا كل شيء ليه الدين إنه هذا مسدس ما نزيد الشوط لا يعني يقصر احتاجهم شوية من الخصوصية إذا يجي النوع اللي بس ما نزيد بس واجب وهو الذي يأتي الحارة والبدو يسر العورة واللي بس واجب لا بد الزيت اللي بس واجب معنا لا بد الزيت ديس يجي النوع اللي بس مستحب من أنا اللي بس مستحب والذي فيه زينة وجمال. اللباس المستحب هو الذي فيه زينة وجمال. إنسان خبغي يقصد تم زينة هذه هذا اللباس الواجب ثم بعد الواجب هذا سير إيش اللباس الجبة الباريس بعد الجبة مش لو بشمرة مش لو الجمعة مزيان فيه جمال هذه عدل خمس والذي الجمال يدي تدي اللباس مستحب مش فريضة إذا راح لباس واجب أخلي بس مستحب أخلي بس حرام ومن قال لي مستحب اللباس الذي لا يستطيع شفاء العورة الإنسان ما يعني شكوى هو شارط أني سبيل نصف العورة أني صارت أني حرام لا يعيز الضربة ثم غطي عن عرض من شبيل جوارة وش الناس يكسب أنا شي يكسب هو وش هو في الناس أخير الناس اللي خلق الأطراف النص اللي بس أني حرام لا تجديد ما هو يعيز الضربة كل لباس يكشفوا عن العورة ويتصار عورة لباس الحرام لم تسمى يعيز بالنسبة إذا اللباس الذي لا يستر العورة ثم ليس المبالغ معناه يقصد زيس يقصد زيس تشبه بغير المسلمين ليخ يقصد زيس تكبر الإسلامي لها في جنوع اللباس إيش الزمان إيش الزمان الإسلامي لها في اللباس تراقي وتبقى عرض زيارات جارتك واحدة تقول خويا لا خويا